السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الثلاثاء 23/8/2022، نحن الآن بسوق الغنم في معرض مصري. الصلاة والسلام على رسول الله. محافظة إدلب شمال سوريا. تحياتي لكم متابعي قناتنا أينما كنتم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس مشان يوصلكم كل جديد. تابعونا إن شاء الله، راح نغطي لكم السوق بشكل كامل. 2202 2100 خلصان 2100. الصلاة والسلام على رسول الله. الله يربحه. يعني شيخ كار المعاد 10:30 10:30. ايوه بين حليب، بين حليب ابو محمد. اي والله حليب حليب حليب، يعني بين كل وحده كيلو تقريبا. سنهن شلون؟ فتايه. هن مبينات فتايه ما شاء الله. وحده ثاني بطن وحده ثالث. الصلاة والسلام. هذا البازار عند اخونا حمود واخونا حسن يا شباب. لا عمنا ابراهيم الحسن، الصلاة والسلام على رسول الله، على قبان ابراهيم الحسن، سوق اللحم على الخرفانات في بازار. الصلاة والسلام على رسول الله. والله بضاعة خشنة، بضاعة كويسة ما شاء الله. الصلاة والسلام. يا ابو احمد والله اكبر عني، حاول يشتري واحد. بضاعة كويسة والله. 43 43 هنا. ايش قد طالبين بيها؟ ايش قد اندفع؟ هلا وصلت 41 41 نهاية 42 على ليرة. الله المستعان. يجتموا الليرة بالنصف خالص. ما عم يفعلوا. ما عم يرضى. خصمها 42 42. بس بضاعة زينة خشنة والله. زينة خشنة وفيها لحم. ايوه اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. هاي فطايم يا شباب، فطايم قصابه لحم ما شاء الله، مقاصيص كلها ما شاء الله تبارك الله. الطلب؟ فصيله 35. فصل 35. هذا السوم. اللهم صل على محمد. 35 يا شباب. انت ما عم تشتري المي، احنا نوفر. ايوه مرحبا حجي، صليت انا بيه قلت لي 33 33. عم يدفعون 32 ليره تركي بالكيلو يا شباب. واخونا ابو غزال يقول لي صور لي العمله التركيه اللي قام تعملون بها بالسوق، هسه اصور لك اياها بكل فئاتها اذا وجدت. هذا اللهم صل على محمد. قام يقول له 32 ليره تركي على الكيلو. الليرة التركية تساوي 245 ليرة سوري. 245 ليرة سوري كل ليرة تركية. كل ليرة تركية، كل واحد دولار يساوي 18.30 قرش ليرة تركية. ايوه والله العظيم صح ابو عبد. خلاص نكسر لك النظارات عمي ابو احمد. ها اصلا النظارات ما شفتك تجيب النظارات ما شفتك. ان شاء الله تبشر ان شاء الله. بدك تجيبها بدك تجيبها تبشر ان شاء الله. تبشر هاي خلاص. ايش قد تطلع اوزانها حمود؟ يعني اوزانها يعني تحت الـ40. ايه 36. هاي اسعار لحم الفطايم اليوم يا شباب بسوق، يعني 36 تعتبر متوسطة. ها في اخف منها وفي اثقل منها، هذا متوسط السوق اليوم. ما اتفقوا على البازار، يعني هاي الاسعار يا شباب. الناس تقول لهم 32.5 33. لا الشاري راضي يشتري ولا البائع راضي يبيع. هاي الغنم يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. هاي نعاج غنم. عند اخونا حميد. ايش قد صار الدفع ابو عمر؟ والله ب 14 1400 على الواقف. زيف زيف نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد تطلع اوزانهم؟ والله اوزانهم يعني من 55 من 60. غنم يا شباب، لحم قيمة لحم.
مقاصيص على الذبح يعني 700 اشتريتها صلاة والسلام على رسول الله. اوزان 55 والدفع 1500 ابو عمر 1400 زيف زيف. ما طلبتوا شيء على الكيلو؟ ما طلبتوا شيء على الكيلو؟ طلبنا 26 على الكيلو. احنا 16 اعطانا 24 بعد اشترى على الواقع. خلاص اشترى من بخن اليوم ابو المحارف منزل الجداية يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. حي الله بالفوز. اللهم صل على محمد. ايش قد العدد ما شاء الله؟ 52 جدي يا شيخ. الصلاة والسلام على رسول الله. صاغ سليم. ما يتنفى ولا واحد. يعني شوي كم واحد بس اشكاله. اشكاله اثنين. اشكاله كلها. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. كويسة والله بضاعة كويسة. اليوم يوم الجداية. ما شاء الله اشكره. ايش قد طالبين بها بالفوز ما شاء الله؟ ايش قد طالبين بها؟ والله طالبين الله 30 ليرة. 30 هذا السوم هذا. في بازار لسه في بازار. هنا الصلاة والسلام على رسول الله. 800 ليرة. هنا ندفع بها شيء اليوم ابو الفوز؟ ما ندفع بها شيء. قبل ما ندفع بها قبل شيء. الصلاة والسلام. يا سيف. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك. صار سليم بضاعة. صار سليم. نظيف. نظاف. 52 راس. وشكارة واحدة. تم الواحد يقعد يلقط من هنا من هناك. طبعا الجواب صاحبه خسران أكيد يعني ما في مجال. هنا. الصلاه والسلام كلها صار. الله المستعان. هنا اللهم صل على الله كويس ما شاء الله تبارك الله. من وين جايه هاي ابو الفوز؟ والله حوينا هون حوالي مع المصري. يعني مو جايه من مغرب؟ لا حوالي مع المصري. بلديه زي بلديه. هنا الصلاه والسلام على رسول الله. مربوطه هون بريف مع المصري. هنا مربوطه هون. انا بريف مع المصري مربوطه ما شاء الله تبارك الله. اليوم هاي نعم. هاي ما تجاوب مثل الغنم. ما تجاوب. هاي تفرقع وتلايم. ما راح تجاوب مثل الغنم لو. وش ما يصير ترى معروفة يا شباب الغنم أذكى من المعز ها وأصحى من المعز وتتجاوب أكثر من المعز. ده قاعد يحاول يدورون الشباب. ما تدور معهم. الصلاة والسلام على رسول الله. لأن يا أخونا بدك تقول لي ثمانية جد اشتغل. جاي 3.5 ما بيع 300. جد اشتغل يعني. دول 4. جد اشتغل. قام يدفع بين 400 ليرة تركب الوحدة يا شباب. هنا. إيه. أبو أحمد. هاي نص. نعم. ساعات نص. نورك يا محمد. والله بعيد. ابو محمود هاي دلالته ايش قد ياخذ ابو عواد؟ حق 400. 400 ودلالته 50 ليره. وهي حق 400. ياخذ ربع دلاله. ياخذ ابو عواد. البضاعه هاي. ايه. الصلاه والسلام على رسول الله. هاي زينه هاي ما شاء الله غنم بلديه خشنه. الله يسلمك. داعي انت ما بيها 12.5. الصلاه والسلام على رسول الله. 15. الدفع ايش قد عم ابو عواد؟ 12.5. 1250 ليرة تركي. 1250. نعم. وش قد فاصلها؟ 15. 14 لازم تكسبها. اي نعم. هاي كويسة هاي خشنة. طيبة. فتاية ها عمي موال؟ الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. هاي ثنية أكيد هاي. الصلاة والسلام على رسول الله. وما انباعت لحد الآن. ان شاء الله. هي عليها بيازة. هي دلالتها هو هي المخربة البيع دلالة. والله أنا ما أقول كل الدلالة في بعض الدلالة الصلاة والسلام على رسول الله. ليش؟ وهسه طلعت. هياك طلعت. اللهم صل على محمد.
شاء الله تبارك الله. ايش قد الدفاع؟ ايش قد الوضع؟ عشان الوضع عشان ايش قد الدفع؟ 39 ليره. يا شباب والله البزار لازم يطول، لا طولنا البزار. هاي هالقبان عند اخونا ابو احمد الناصيف، الله يعطيك العافيه يا ابو احمد حبيبي، الله يسعدك. مش قد صارت هاي؟ 40 ليره انباعت. مش قد تطلع اوزانها ان شاء الله؟ يعني 34 34ات. الصلاه والسلام على رسول الله. هاي البضاعه يا شباب. اي نعم انباعت. الصلاه والسلام. هاي البزار القبل اي رجله 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 الخروف. والله يلا نعم شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. شو هذا؟ ايش قد كسر؟ نزل يلا. ايش قد كسر انا ابو احمد هذا؟ 566 كسر. 166 خمس خرفان. يلا يلا. 33 ونص تماما مثل ما توقع ابو احمد. 34ات. طبعا هسه لسه بيه اوزان. يلا عيني يلا عيني يلا تدري انت شوي. اي نعم. هاي خرفان ورديه يا شباب. الصلاه والسلام على رسول الله عند اخونا محمد. يعني ما شفنا خرفان ورديه اليوم بالسوق. ابو محمد ايش قد قام تسوم خرفان ورديه؟ قاعد نسوم 8 ونص يا ابو حمزه. 850 ليره تركي. 150 ودفايعن؟ والله دفايعن انطونا بهذا 8. اي نعم. انطونا بهذا 7. وانطونا جبارة 5 و5.5 وهيك اللي انطونا اياه. بس. ايه. طيب ابو محمد ايش قد تطلع اوزانهم؟ والله اوزانهم يا ابو حمزة بالضبط ما اعرف، بس عاد ورادي هذا يعني ما ينباع على الوزن. هو ما ينباع على الوزن بس. تقريبا بال 20 يقسم حوالي 20 22 هيك الوزن. اي نعم. نعم. يا جبار لا هذا القصد يعني احنا مشان المشاهد يعرف بس. نعم. نعم. نعم حوالي 20 تقريبا. اي نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. اعمارهم ثلاث اربع شهور. نعم. الورادي قليلات اليوم بالسوق الورادي. والله قليلات. صيفيات اذا. نعم محروفات اليوم. اي نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. راعيها 200 انعجه البارحة الرجال اللي دللها اشتراها نهاية 200 انعجه. نعم. هذا من العشر عجات هذا. الصلاة والسلام على رسول الله. يعني طولنا 1000 1000 فيها. 1000 1000. 1000 1000. الصلاة والسلام على رسول الله. غنم مليح البيت مقبولة من كل عذر وكل عيب. غنم جنية. غنم جنية بالحقيقة. بلدية. الصلاة والسلام على رسول الله. وصلناها ب 13. نعم. مخصومة ب 13. أنا عنده 13 بياخذها. على الله. الصلاة والسلام على رسول الله. غنم الشباب اللي حكوا لي اقول له صوروا البضاعة الضعيفة، هاي البضاعة صغار وضعيفة. أي نعم. 6 ونص. أخونا عبد الرحمن. 6 ما المدفوع اللي موقع عليه. 600 ليرة قام يدفع عليه. خروف. خروف الشباب. بنص. ايش قاعد يطلع وزنه بس عاد؟ والله بال 20 فوق. 20 كيلو فوق. 23 24 كيلو. يا عاد ما زاد. مأسوس هذا لو مو مأسوس بتشوف. بس. ايه صحيح. هذا الفحل يا شباب شفته هو بالسيارة. الصلاة والسلام على رسول الله. اي والله هو بالسيارة ما شاء الله. شلونك عمي ابو خضر؟ السلام عليكم حبيبي الله يسعدك. هذا الفحل عندك هذا؟ ايش قد طالبين به؟ ايش قد سومته؟ والله والدفع؟ والدفع ما عاد استقرب. اي نعم. ما حد قرب عليه. السلام عليكم. والله واني ماشي حي الله بالنور. هذا بيك الله يسعدك. شلونك؟ ما
واني ماشي على الطريق شفته بالسيارة. نعم. قلت لابو مريم دحق الفحل هذا ما شاء الله. مو ناقصه غير طول رقبه والله. هنا. لو رقبته بها طول النوب. ايه. كويس. ولا ابو عواد بطل الغنم. بطل هالمصلحة. كويس يا شباب بس ناقصه طول رقبه بس. والله هذا من غنم السياد. ايوه. غنم الشيخ ابراهيم السياد. والله بزرته حلوه بزرته حلوه بس. بس لو بيطول رقبه شوي. ايه ايه على الله ايه. اذا انك اخذ ثلاثة وانت بدون وانت على وضعك. لو رقبته طويلة كان سوانا مشكلة والله. طير حر ناقص جناح ها؟ نعم. يسف على جناح واحد. نعم. اهل السويد تحية لاهل السويد. احنا الشباب مشان اللي يسألونا عن البضاعة يقول لك قام تصور راس السوق يا اخي هذا. هذا اي. مو راس السوق ذا النص. اي. هذا ولا لا راس السوق ولا راسه. اي والله. ايش قد طالبين بهذا بالنور؟ 3000. والدفع؟ الدفع يا ابن الحلال 27. 2700 ليرة تركي. نعم. اي نعم. قحم مو قحم؟ اي. قحم مبين. اي نعم. فاق من كل عين. والله خشانته زينه بس ضعيف يا اخي. انطرش من جهته زاد. تحسه يسمع يسمع من اذن وحده ها؟ هاي معناها يا ابو حمزه هاي البضاعه اللي يقول لك تحت الوسط تحت اللقاطة. ايه هاي تحت اللقاطة تحت اللقاطة. ايش قد 650 650 ليرة. نعم. اي نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. معها عذر شرعي مبعوجة. عذر شرعي. شلونك ابو محمد؟ اخبارك الله يسعدك. شلون السوق عندك اليوم؟ والله ايه بس نجيت عندي السوق طيب الحمد لله دائما ان شاء الله دائما ان شاء الله دائما. انا ابو شحيد موجود سوق. ايه متباركين بابو شحيد والله. كان كان شاحين اسد قاعد والله قاعد. اي والله ندور على عشت الزينه دور ما حد ما طلع منه شيء ابو حمد والله هذا. اي والله الله المستعان محمد الله على الخير وعلى اليوم اكثر البضاعه على شنو البيع والمشترى ابو محمد؟ والله على الفطيمه وعلى اللحم. الفطيمه واللحم الخروف اليوم ما حد عم يحولي. الفطيمه يعني ايش قد الفطيمه ايش قد اوزانها يعني؟ اي نعم. اي نعم. اي هن؟ راحوا راحوا انشالوا. اي نعم الصلاة. بعد الضابط 13 بعد 14 اليوم طلب على الفطيم فطيمة اللحم. على الفطيمة اللي هي بيع والشراء. نعرف اللحم. الصلاة والسلام على رسول الله. والخروف اليوم ما حدا بلش معه. اي نعم. طلع تفرج خراف هني. اي نعم. اللهم صل والله ما حدا ساوى. اي نعم. اللهم صل وسلم على النبي. الله يجزيك الخير يا ابو محمد. الله يجزيك الخير. اخوي ابو وائل بير رجال متابعنا يقول لي بس صوروا لي العملة اللي قام تعاملون بها بس. عرفت شلون؟ فاريد اشوفه بس العملة هاي فئة. فئة الخمسين هاي المية بابا باقة هاي المية مو وهاي الخمسين وهاي الخمسين وهاي الميتين كمان وهاي الميتين وهاي الميتين هاي كلها عملة تركية طبعا احنا يعني نعم نعم حسب الظروف يعني ولا احنا ما نتعامل بالعملة هاي. الصلاة والسلام على رسول الله. هاي وردية هاي ما شاء الله تبارك الله حسنات والله كويسات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اي والله حلوات لو الحمار هاي على هاي امورنا غير يا ابو حمزه. اي أيوة والله ما شاء الله تبارك الله. ايش قد سايمين ايش قد طالبين بها؟ والله هاي قاعد يكون 15 1500 بت كبيره بت كبيره هاي 1500 ليره تركي. الورديه الورديه والله ما صار شيء عليها شيء الورديه مي احسن هنا لا مي احسن مي احسن احسن هاي الاخيره الصلاه والسلام على رسول الله. وين هذا المكان؟ مش حيد شو كيفه؟ يا اخي مو سوق شيء يستاهل كيف يعني؟ خلي السوق على كيفه خلي السوق على كيفه. اي نعم اي نعم. ايوه بشر الله والله كنا عم نسوق هاي لحالها 15 كويس. اي نعم جبار الاربعه جباره كمان ما بتخجل ابو شحيد 2000 والله ما نخجل. طيب يطلع الشاشه ما اندفع بها شيء جباره؟ جباره لا. وتنقت هاي الحاله نقلها سمناها 25 عم يدفعوا لنا 13 قلنا له 15 15 مو حلال انا عم بيدي اي نعم. لا والله كويس هاي احسن هنا هي اكو وحده فيها. اي نعم الصلاه والسلام على رسول الله. غنانا ب 20 ما هي حلالك على الله على الله الجبار الله الصلاه والسلام على رسول الله. كم وحده ابو 18 راس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله 18 راس عم نسوق 2000 عم يدفعوا لنا 1000 الطلب 2000 والدفع 1000 فصلنا فصل ب 15 1000 ليره تركيه شباب كلها فتايا. اي نعم الليره التركيه 1000 ليره تركي. الصلاة والسلام على رسول الله. ندفع ب 1100 الشهر. ايوه وندفع 1100 الشهر. ما
وغنوم من جرجنات. الصلاة والسلام. اليوم مضاد السوق كله شكل بعضها يا شباب. هاي نعجات عند اخونا ابو جاسم، ايش قد قامت تسوق من ابو جاسم؟ الله يعمر اطلب من الله 13 1300 ودفايعها؟ والله دفايعها 900 900 ليره تركي يعني على 1011 نبيع فاضيات على كرام الله بس ما في شيء فاضيات وزينات ورباعيات لازم ثنايا ثنايا رباعيات كثير رباعيات. الصلاة والسلام على رسول الله. اكثر شيء قام ينباع عندك شنو ابو جاسم؟ والله الحين بيطلب على الجنيه وعلى اللحم. اي نعم على اللحم. هذا ايش قد سايم ابو حسن؟ ايش قد يطلع وزنه؟ يعني 55 60 55 60 اي نعم. انا اسقمني على بيزارتين من 4200 على اي هو البازار ابو حسن؟ عجوز هذا نعم. الصلاة والسلام على رسول الله معروفين. ايش قد يطلع وزنه ابو حسن؟ الخروفين يا شباب اشتريتهم 45 امبارح. ايش قد تطلع وزننا ابو حسن؟ والله بس 60 زاد 55 ما هذا الوزن يعني طبعا هذا عزيز. اي نعم ابن 55 والله لا قبنتن ولا طلعتن ولا فطرن حيواني. اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. بضاعتك هاي مو بضاعتك؟ اي نعم هذا امبارح اشتريته. الصلاة والسلام 44 واجاره. اي نعم ان شاء الله ما بيزيد. اللهم صل على محمد. الحلال. اي نعم هذا مأمول لنا. اكثر شيء قام ينباع عندك اليوم شنو ابو حسن؟ والله اليوم شايف لك ما بيبيع الطلب اليوم عن عجل اللحم والخروف. الطلب اكثر شيء عن عجل اللحم والخروف هذا القام عجل سوق زين عملت انباع يعني مو اسعارها خياليه لا اسعارها اسعار. هذا دوابك عمي ابو زياد ليش ما نزلتنا على ربش ثاني؟ هنا اللهم صل على محمد. هذا النعجات كم وحده؟ شوفنا الحمراء عمي ابو زياد الصلاه والسلام كويسات والله بضاعه زينه خشنه ما شاء الله. وهذا الفحل معاهن الصلاة والسلام على رسول الله. العدد ايش قد عم ابو زياد؟ هذا المره لازم 15 شبش. الصلاة والسلام. وحده هرمش هذا الشبش يا شباب. هذا الشبش نعم. هذا الشبش. موزر زين كذا ما شاء الله. رباع ها؟ هذا بكل وقت. اي نعم. الصلاة والسلام. طلع 200 دولار. اي نعم وحده بس وحده كبيره. هرمش طور هاي. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد طالبين بين عم ابو زياد؟ يسمون 4000 يعطون 2200 مع الشبش. الطلب فنان ب 35 الدفع 2200 بشبشن 2200 جباره جبار. والطلب طلبنا 4000 وصلنا ب 35 3500 بها عشر كلها المحنيات على حظ عدنان الراعي. الصلاه والسلام على رسول الله على حظ راعيكم. اي والله انا ما شفت بعيني غير وحده. الراعي عندك يفوت حظه ولا لا؟ والله صغير هو ما يقول فلان حنت فلان حنت تعرفه خالص ما يفوت حظه ولا هنا. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. بيان ثلاث نعجات بس. الله عزيزين مبارك. بيان هاي نعجة أم رابع. أي نعم. ثلث نعجات بس. بيان هاي أم رابع. أي نعم. بيان هاي أم رابع. هذا كلها قراجير وولد شايف. لا كويسة والله. هاي قرقورة زاد ولد. إيش قد العدد عمي أبو؟ 14 وتشبش 15. أي نعم قرقورة لا بالله قرقورة. أي نعم. هاي 1000 دولار ما بعته داحش. غربي بنش. وهاي 1000 دولار ما بعته والشبش 1200 ما بعته. هاي والله اللهم صل هاي كويسه ما شاء الله هاي احسن. هاي امها ب 1000 دولار ما بعته كل وحده 1000 امها ضربت قلبي. اي نعم ما شاء الله. 1000 دولار ما بعته. اي نعم الصلاه والسلام على رسول الله. هاي بيام العز بيام العز. بيام العز اي نعم. ما شاء الله داح. بيام العز اندفع ب 1000 دولار. اي والله. الصلاه والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله. والله قعام قعام ما شاء الله قعام ضخامة راس ما شاء الله ناقصه حلو على الشرط. اي نعم مكفول على شرطه هو ترتضي على شرطه. اي نعم اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد سنه عمي ابو زياد؟ والله لازم رباع. اي نعم لازم رباع نكر شغل شغل يا شباب لازم رباع رباع. عمي ابو زياد تباشر الحروك بس صار قحم يصير ينطح هاي معروف. اي نعم اما زين والله راسه ما شاء الله تبارك الله خشن والله عالي ما شاء الله ما شاء الله طيب. اي والله الصلاه والسلام على رسول الله. اندفع بشيء يعني طوله 18 القصابين قصاب لحمين. اي نعم الصلاه والسلام على رسول الله. شيء بضاعه كويسه. ايش قد فاصل عمي ابو زياد؟ والله قاعد نقول 25 ما شاء الله يعني 22 نبيعنا الله يسر سنه فتي 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 سنه ولاده فتي اي نعم رباع 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 راح يقولها شايف رباع. اي رباع الصلاة والسلام على رسول الله رباع طالع كويس ما شاء الله تبارك الله.
وصلنا اخر السوق يا شباب، وصلنا اخر السوق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم الشباب السوق مثل ما انتم شايفين، يعني هاي الاسعار وهذا البيع وهذا الشراء بالنسبه لسوق التبن، يعني ما بها السوق، يعني سوق التبن مثل امبارح. ان شاء الله نغطي لكم يا بكره. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافيه. تحياتي لكم اينما كنتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.